wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Pemuda Ketiga, kelas 4 dari SD Negeri 1 Candi Negara, Kornicam, Pekuncen. Saya akan membacakan surat Al-Husiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.